مازن، حبيت ذكرك انه بكرة اخر يوم لتجديد بطاقة التموين. ماشي. ايه ومشان اسم ساشين لازم نلغيه من البطاقة كمان. وإلغي اسم هديك البنت المشؤومة من بطاقة التموين كمان. ما بدي يكون أي علاقة بيننا وبينها من أي نوع، ولا بدي إياها تجي لهون وتطالب بأي حق من حقوقها. أول ما تطلقها اسم شرباني رح ينضاف لبطاقتنا. هديك الساحرة هي اللي قتلت ابني. لو كان ساشين عايش اليوم كان قال شو عملت فيه وكيف كانت السبب بموته. بنتي شرفاني، شبك شرفاني حبيبتي؟ ليش طلعتي؟ دكتورة شو قالت لك؟ إذا ضليتي عم تتحركي ما رح يكون منيح، لا من شانك ولا من شان الولد اللي ببطنك. تعي تعي لا تبكي، تعي. عمو أنا رايح بكرة مشان البطاقة التمويني. مازن، شهادة وفاة ساشين رح تلزمك كمان مشان تلغي اسمه من البطاقة، بس مدري وين ضايعة، ورح تاخد وقت كتير لنطلع بدالها. لهيك لا، ما لها ضايعة، أنا بعرف وين شهادة وفاة ساشين. ماما كيف حاسة هلا؟ أحسن جانو، على كل حال أنا منيحة. أنا بس عصبت مشان اللي صار الصبح. مين عم يتصل بهالوقت؟ شوفي مين. ماما هاد مازن. شو أعمل؟ هاد مازن؟ لا لا تردي، هي اكيد سافيتا عم تتصل بس مشان تشغل فيكي. انت ما بتعرفي قديش كانت معصبه اليوم. ماما اهدي شوي، مو مشكله، رح شوف شو بدها. جانا ايه الساعه 10 الصبح انا رايح على مكتب التموين وبدي شهاده وفاه ساشين يلي معك، بعثي لي اياها مع شي حدا. شو صار؟ شو بده منك؟ بده شهادة وفاة ساشين. عم بيقول بده يروح بكرة على مكتب التموين مشان يجدد البطاقة تبعهم. ماما ونحنا كمان لازم نجدد بطاقتنا التموينية. لا لا، ما رح تروحي لهنيك جانو، رح خلي أبوكي هو اللي يروح لهنيك. ما بدي إياكي تتخانقي أنت ومازن من أول وجديد. لا ماما، بابا ما رح يروح، هو أصلاً مو منيح، كيف بده يوقف بالدور؟ أنا رح روح. لا جانو، أنا لا تخافي علي، دبر حالي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.